الجمعية المغربية للمحافظة على التراث الأصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. مرحبا بالإخوة الأفاضل والأخوات الكريمات، حياكم الله، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم دائما موفقين ومسددين. اليوم في الصباح أنا جئت إلى المكتب مع أن ليس عندي حالات للعلاج. كنت البارحة يعني في تعب، فقررت أن يكون يوم راحة، لكن مع ذلك جئت إلى المكتب من أجل تفقد بعض الأمور ومدارسة بعض المواعيد أو بعض الحالات. هادشي لعطى الله، يعني لا بد أن شغلنا وهمنا وتخصصنا هو في العلاج، وإن كان وقت حث لا بد أن تستغل هذا الوقت الفراغ من أجل إصلاح بعض الأمور أو معالجة بعض القضايا التي لها علاقة بالجانب الدعوي وجانب الرقية الشرعية. لكن وقفت على أمر لإحدى النساء، يعني عندها مشكل، فبدأت تبكي، يعني كأنها تحكي لي معاناة، المعاناة مع الزوج. ولهذا الإنسان لابد أن يخرج بالعبر وبالدروس. هو تقول أن زوجها يريد أن يتزوج عليها، ولهذا أنا كنت أسألها أسئلة وهي تجيبني بالبكاء، ففي النهاية أجابتني وهي تضحك. الحمد لله رب العالمين، يعني وصلت معها لحل بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن أريد الآن أن أشرح لكم بعض الأمور وبعض الخبايا والخفايا في البيوت أسرار. بعض النساء ربما الزوج يبدأ يميل إلى أو يحن إلى مسألة التعدد، فنريد أن نتعمق يعني شيئا ما في هذه المسألة. متى تعرف المرأة زوجها يريد أن يتعدد، يعمل التعدد؟ حيث كاين التعدد، إن كما أقول دائما هناك أمر التعدد وهناك التعدد. التعدد المغربية بمعنى أنه يعني يهضم الحقوق ويصبح يعتدي، ولم يصبح حينها يعني يعمل التعدد. فكان لزاما أن أسألها أسئلة حتى أفهم الوضعية الاجتماعية و النفسية والسلوكية وكذلك المادية لهذا الزوج، حتى أفهم الدواعي التي دفعته للتفكير في أمر التعدد. لأن البعض ربما يأخذ السنة والدين فقط في هذا الجانب، يقول أنا ملتزم، أنا ملتحي، أنا فقيه مثلا، علي، كأنه أصبح شعار ودثار وغطاء. لا بد أن الإنسان إذا كان ملتزما يكون صاحب أكثر من امرأة. بعض الناس يظن هذا، أو أن الذي يحظى بالتمتع وبالسعادة وبالخير وباللذة هو الذي عنده أكثر من امرأة. البعض ربما ينظر إلى هذا، وهذا يرجع إلى ضيق الرؤية والتصور عند البعض، أي بعد عن المفهوم الشرعي والمفهوم كذلك الحقيقي لمبنى البيت وكذلك الزوجة والتعدد في حد ذاته. فالمرأة هي من عامة الناس، فكان لزاما علي أن أسأل بعض الأسئلة. أول شيء أنا رأيت على أن عندها مشكل. المشكل الأول هو مشكل مادي، تعاني من مشكل مادي قوي جدا. إذن حتى الذين جعلوا أسس لمسألة الزواج وليس التعدد، الزواج، لابد أن يكون الرجل صاحب قدرة على فتح البيت حتى لا يظلم المرأة والزوجة. النبي قال صلى الله عليه وسلم
من استطاع منكم الباءة أي القدرة، وعد العلماء من القدرة الإنفاق، وينفق ذو سعة من سعته، فلا بد أن يكون ذا يد، أن لا يكون يعني ليس الشرط أن يكون غنيا، ما ليس شرط أن يكون غني أو ثري، ولكن يكون صاحب يد، بمعنى أنه يكسب، أنه يجد ويجتهد، ولو أنه يأتي باللقمة التي يضعها في زوجه وفيها صدقة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تجد أن هذا الرجل لا يستطيع أن يلتزم بحاجيات ومتطلبات البيت الواحد، من مثلا أكل ومن شراب ومن غطاء ومن كساء ومن نفقة، حتى أنها تجد صعوبة ومشكل في مسألة التعليم، يعني الدروس الخصوصية مثلا، لا تسمع الدروس الخصوصية تقول غالية الثمن، عادية جدا التقوية هذه، ولا تستطيع أن لا يستطيع هذا الزوج أن يلبيها، بل الزوجة تخرج لتعمل من أجل أن تغطي هذه المصاريف وهذه التكاليف. طيب، قلنا ربما هذا الزوج يرى برؤية أن هذا من باب، ليس من باب الضروريات وإنما من باب الكماليات، ربما على حسب فهمه، فكيف حالكم في الطعام والشراب؟ تقول حالنا عادي جدا أو ربما أقل من عادي بل ضعيف، فهو لا ينفق أصلا على البيت وليس له دخل. طيب، سبحان الله، ليس له دخل وليس له عمل قار، وأنت من يعمل، طيب فكيف يكون أمر التعدد؟ كيف أمر التعدد؟ هي قالت لي عذر، قالت لي كلمة، قالت النساء أصبحوا رخاصات، وكل وحدة بتلصق في راجل، ولكن إلى هذا الحد يعني سوف تريد رجلا، تريد رجلا يعني لا ينفق عليها. طيب سلمنا بهذا، إذا كان مثلا شابا، كان وسيما، كانت عنده مميزات، لكن هو شيخ كبير، ضعيف البنية، ليس له مورد قار، ليس له مكانة اجتماعية. طيب، ربما قد يكون كذلك مع كل هذا أن بعض النساء ربما يفتن بها أو تفتن به لسر من الأسرار، فتحجبه عن حق، تحجبه عن الحق وعن العدل. لكن من باب الإنصاف، هل هو سيأخذ مالا من الأخرى لينفق على الأخرى؟ من باب الإنصاف، هل سوف يعيش مع الأخرى من أجل المال ويهضم حقها الشرعي حتى يكون مع الأولى وينفق من مال الأولى مال الثانية على الأولى؟ هذا كذلك لا يستطيع إنسان أن يقوم به إلا إذا كان ضميره ميت، ضميره ميت. أما إذا كان هو أخذ التعدد من أجل أنه دين وعبادة وشرع رب العالمين، وأنه يخشى الوقوع في الحرام، فكيف يفر من الحرام إلى الحرام؟ فكيف يفر من الحرام إلى الحرام؟ هنا تصبح انفصالية في الشخصية، أو ازدواجية في الشخصية، أو ربما عدم وضوح رؤية أو فهم أو فقه في شرع الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن نفهم. إذن أول شيء يجب أن يفهمه الرجال أو النساء قبل الرجال، هو أن الرجل حينما يقدم على الزواج بامرأة، ففي الغالب لا يفكر في أمر التعدد، في الغالب لا يفكر في أمر التعدد. من يفكر في التعدد وفقيه في المسألة، فإنه يلزم المرأة في عقد الزواج والمسلمون عند شروطهم أن الشرط يكون أنني سوف أكون يعني أتزوج عليك والموافقة وكذا. وفي الغالب لا يستطيع الإنسان السوي أن يصدم الزوجة الأولى بهذا القرار إلا إذا كان صاحب يعني رؤية واضحة وعنده أهداف مستقبلية أنه يقدم عليه، وأنه يراه دين، وأنه يراه عبادة وطاعة، ومن أو يرى في نفسه أنه ربما لا يستطيع أن يصبر مع زوجة أولى، أو أن شهوته قوية مثلا، أو اندفاعه للنساء أو ميوله للنساء كثير، فقد يصالحها. وهذا من الأسرار التي يجب أن تفهمها كل أخت فاضلة وكل زوجة صالحة طيبة، إن الزوجة حينما يقدم على الزواج في الغالب لا يفكر في أمر التعدد، أو لا يستطيع أن يصالح الزوجة بأمر التعدد، أو أنه ليس لا يتشبث بالتعدد بشكل كبير. لكن مع مرور السنوات يبدأ الفتور بين الزوجين، وهذا الفتور هو الصاعقة والطم، والفتور له أسباب. الفتور يكون في الطاعة، وكذلك يكون في أمر الزواج. لا بد أن تفهم الأخت أن أعظم مصيبة تنزل على البيوت هي مسألة الفتور، والفتور
أمر مشكل عويص وعظيم وقوي يشترك فيه الزوجان الرجل والمرأة. فكم من بيت يعيش شبه حياة وتنعدم فيه لذة الحياة بشكل حقيقي لأن غلب عليه الفتور. فما هو الفتور؟ الفتور حينما تبدأ المرأة والرجل معا في البعد عن الإحساس الأول الذي كان بينهما. لكن السؤال المطروح هو إذا كان الزواج التقليدي، الزواج الروتيني، الزواج الذي بني على عرف أو بني على حفظ ماء الوجه والمجتمع، لم يكن بين الزوجين لحمة ومحبة ومودة، ولم تصل هذه المحبة والمودة حتى مع الأيام. يعني لابد أن نعلم أن في الشرع في الغالب لا يقام الزواج على الحب، لا يقام الزواج على الحب أو على العلاقة، بل هذا هو الأصل، لا يقام على العلاقة قبل الزواج، وإنما الحب يكون بعد الزواج، وهذا هو الذي جاء به الكتاب وجاءت به السنة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يدعوك إلى نكاحها، بمعنى الأمر الذي ترى أنه سوف يجذبك إلى هذه المرأة ويجعلك تعشقها وتحبها. فالله قال: ولا متخذي أخدان ولا متخذة أخدان، بمعنى أن هناك داء العشق، أن القلوب قد تعشق وتميل إلى الهوى، لكن الله حرم هذا وأغلقه علينا في الحرام، لكنه فتح في الحلال. ففتح أول ما يفتح بالنظرة، أول ما ولهذا حرم الله جل وعلا على الرجال وعلى النساء النظر. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فذكر البصر ثم الفرج، فمقدمة الدعوة إلى الجماع أو إلى الفساد والزنا في الحرام هو النظر، هو النظر. فلهذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا نظرها إليها سرته، وإذا نظر إليها سرته. فعوامل الفتور هي كثيرة جدا، فلا بد أن نفهم. وش معايا أحبابي؟ واش انتوما معايا فاهمين أو لا؟ غير كنتكلم أنا، ما كنتكلمش مع نفسي، اللي معايا يعطيني إشارة، واللي فهم يعطيني إشارة، واللي ما فهمش نوقف ونوضح، لأن الكلام يجر بعضه بعضا، وعندي يعني أحكام أريد أن أوصلها إليكم بإذن الله، خاصة إلى خوات صوت متزوجات أو لغير متزوجات. بغيتكم كلكم تفهموا بإذن الله عز وجل، وأضعكم في المرآة: هل أنتن على الجادة أم لا؟ خاصة أنا رجل وأحدثكن بأسرار الرجال بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب، وكذلك معنا الرجال حتى يستفيدوا بإذن الله سبحانه وتعالى. فقلت: وبالله التوفيق، على أن الله جل النبي صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه جل في علاه أمر الرجل خاصة، ولهذا لم يقل انظروا الحكمة، لم يقل: ما يدعوك إلى نكاحه، فهموا السنة، ما قال للمرأة: انظروا إليه، ما يدعوك إلى نكاحه، بل أمر ذلك بماذا؟ بالرجل. قال: انظر، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي: ما يدعوك إلى نكاحها. فالأصل أن الرجل لا بد أن يستحسن جمال هذه المرأة حتى يقدم على الزواج بها، ليس من باب العرف، من باب التقليد، من باب قالوا لي، لا أبدا، من باب أنني أنا رأيت واستحسنت وانشرح صدري واطمأن قلبي فأحببت هذه المرأة، أو لم يكن ذاك الحب الكبير، لكن ما يدعوني إلى نكاحها استحسنت فيها شيئا، مثلا استحسنت قواما، استحسنت وجها، استحسنت لونا، على أي. فيصبح الاستحسان هذا مدعاة بفضل الله تعالى أن تقر في القلب، ويبدأ هذا القلب ينشرح، ثم يتملك القلوب، تبدأ يعني كتفتح وكتلائم وكتحد وكتوثق بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذه من أسرار الله عز وجل سبحانه جل في علاه. إذن لا بد أن نفهم أن من أعظم أسباب الفتور يا أحبابي ويا إخواني هو عدم الميول القلبي. من أعظم أسباب الفتور هو عدم التوافق القلبي، اسمعوها مني، أو التنافر القلبي قبل أن يكون الروحي والجسدي. فقد يتوافق الزوج والزوجة على فراش اللذة، ويجتمع في هذا الأمر الإنسان والحيوان، وهذه الشهوة الحيوانية البهيمية، اسمعوا جيدا، قد يجتمع في هذا الأمر الإنس والجن والحيوان، وتصبح هذه الشهوة هي مجرد شهوة عابرة، لكن ليس فيها تلك
ليست فيها الروح، ليست فيها الروح. الروح التي تجمع هذه اللذة والشهوة هو أنك لا تأخذها لذاتها، وإنما أنك تأخذها لصاحبها، أنك تأخذها لقلب صاحبها، لقوام صاحبها، لتعلقك بصاحبها. وربما إذا طالعت غيره، وإن كانت الشهوة تريد أن تتأجج وأن تجتمع، فإنك لا ترى غيره، لأن أصبح العشق. كنتمنى تفهم النقطة الأولى باش نكمل. كنتمنى تفهم، لأن هذه سرها عند الزوجة وسرها عند المرأة. إلا تفهمات يقول لي تفهمات، ما تفهمات يقول لي ما تفهمات، باش نوضح بإذن الله تعالى ونمر إلى ما بعدها. ما مزيان، الحمد لله، علم. نعم جيد، علم، جميل هذه، نعم علم، مفهوم حتى هي جيدة. طيب هذه الأولى. طيب المرأة كيف لها أن تجعل قلب زوجها أسير، تجعل قلب زوجها يحن ويعشق ويجري وراءه؟ هذا ليس من المحال، بل هذا شيء في الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له 9 نسوة، وكل امرأة زوجة طيبة صالحة كانت تتنافس مع أختها، ما كنقولوش ضرتها، كنقولوا جارتها أو أختها في الله، من أجل حتى التقليد ديالنا والعرف ديالنا ربى فينا كلمات سيئة، تقول الضرة ديالها. يعني اللي كتكون المرأة مزوجة بالرجل بزوج عيالات، يقول هذيك ضرتها. يعني لاش عندهم هذه الألفاظ السيئة؟ هي في الشرع يقولوا جارتها، أو نقول اختفي الله عز وجل، مفهوم؟ فسبحان الله، كل امرأة كانت تتنافس من أجل أن تكسب قلب الزوج، قلب النبي صلى الله عليه وسلم، تكسب قلبه، مفهوم؟ فماشي كتحاول تجري باش تقلبه، لا، تكسب قلبه، فيصبح القلب لها. كل واحدة هذه تتنافس في طعامه، هي تتنافس في عطره، تتنافس في شرابه، تتنافس في طاعته لربه، هذه تتنافس في كل ما يرجوه النبي صلى الله عليه وسلم من مواساة، من دعم مادي، نفسي، روحي. انظروا إلى السنة، كل امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إلا ولها بصمة وأثر في قلب النبي وفي سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مما جعلها تحظى بالمكانة عنده. أم سلمة في الاستشارة، خديجة رضي الله عنها في أمس الحاجة إلى من يساعده، رجل يكون معه، وامرأة بشخصيتها، بنسبها، بمالها، بتجارتها، عائشة رضي الله تعالى عنها بمحبتها، بمودتها، بلينها، بفقهها، وهكذا. المرأة لا بد أن تكون فاطنة لبيبة، لا بد أن تكون ذكية، لا بد أن تكون حريصة على فهم شخصية الزوج، لا بد أن تكون حريصة على فهم شخصية الزوج. وحينما أقول الزوج، فأنا أقصد ذاك الزوج العاقل. أما اللي مزوج حمقه هبيل ومسطي، راه هي غتحمق وغتسطى، والأفضل أنها تحمق وتسطى باش غادا معاها مزيان. أما اللي بغات دير معاها عقلها بعقل، راه غادي تولي قضية ماشي هي هذيك، وهذه يحتاج إلى درس آخر، خلينا غير مع العقلاء الآن باش توازي ما بين الحمق واللي بعقله. فلا بد، قال لك لقيت جوج ملاقين، عرف عرف الصبر على واحد، هذه مسألة معلومة عندنا في العرف. فعلى أي الله المستعان، ايش قدك والله العظيم، والله تلقاها مسكينه يا بعقلها ما شاء الله تعالى، وعندها آفاق وعندها آمال وعندها طموح وعندها عزيمه وحب نقاء، وفي حب العفن، حب الوسخ، لا مبالاه، عدم الاحساس، عدم المشاعر. هنا كتولي امور ماشي هي هذيك، او العكس، يكون الرجل بفضل الله تعالى ذكي، ويكون نجيب، ويكون بفضل الله تعالى عنده آفاق وعنده أهداف، ويبتلى بمرأة لا تعرف شيئا، لا تجيد شيئا، لا تحسن شيئا، وعندها بحال بحال، ربما يخرج يخليها في العفن، يرجع في العفن. هذا مشكل كذلك. فنبقى نرجع إلى موضوعنا إن شاء الله عز وجل. هو الذي يجعل الزوج في الغالب يفكر في التعدد هو مسألة الفتور الروحي والنفسي والقلبي. وغالبا القلوب هذه إما أنها تتوافق بفضل الله عز وجل، أو أنها تتدابر وتتنافر، ولهذا أسباب. أول السبب هو كيف كان الزواج، أول الأسباب
هي كيف كان الزواج وعلى أي شيء بني الزواج. إذا بني الزواج على النظرة الشرعية وعلى التوافق بالعين وبالقلب والنفس والروح، ففي الغالب يكون الانسجام بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم يتم الزواج. أما إذا كان الزواج بالكره فهذا مرفوض في السنة. اسمعوها مزيان، لأن السنة جاءت لتحفظ البيوت قبل بنائها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في البكر؟ البكر قال: لا بد أن تستأذن، وإذنها صمتها، أي إذا صمتت فإنها تكون فيها الحياء، البكر التي تتزوج بعد. فإذا قال والدها: أتريدين هذا زوجا وبعلا؟ لها لا، ليس نضغط عليها ونكرهها بالزوج، قد يكون ذميما، قد يكون رأت فيه خلقا لا يوافقها، شخصية لا توافقها، صورة هي لا ترغب فيها. حتى نفهم التوافق كيف يكون من البداية. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: ما يدعوك إلى نكاحها؟ فأنت صاحب المبادرة والأصل، ولكن إذا جئت فالمرأة لا بد أن تستأذن. فكيف تستأذن؟ أن هذا الزوج حينما يأتي على ولي الأمر، كان أخا أو عما أو والدا، لا بد أن يسأل هذه الفتاة، لا بد أن تستأذن. ليس الإكراه، غني تزوجي به، صاحب شركة تزوجي به، وإن كان مذمنا، إن كان سكيرا عربيذا، لا بد، هي من ترى الصورة. أنت عليك أن تختار الأصل، أنك أنت الولي، أن تختار الأصل وهو الدين والخلق. فلما ترى الأساس والأصل موجود، لا بد أن يحال الملف إلى صاحبة القضية، ألا وهي المرأة والفتاة. هذه من حقوق الإنسان، حق المرأة عندنا في الإسلام. فتستأذن هذه المرأة، كانت بكرا لا بد أن تستأذن، ولا بد هي عليها الحياء، فتقول إذا صمتت هذيك الحشمة وديك السكتة، يعني راني موافقة خلاص، فعلى بركة الله. إذا كانت ثيبا وسبق لها الزواج وطلقت، فلا بد أن تتحدث وأن تتكلم وأن تقول: أريده أو لا أريده. هكذا جاء في السنة، لا بد أنها أصبحت مدرسة ومدربة، وعندها تجارب في الرجال، وعندها مشاكل قديمة، وعندها هموم وأحزان، فأصبحت خالطت، فأصبحت تبين وتغربل بين هذا وهذا، فأصبحت لها نظرة ربما أعمق من نظرة الوالد. فهي من جلست بعد طلاقها، وهي من حاسبت نفسها، وهي من رأت ما يصلح لحالها، وهي رأت الأبعاد التي كانت سبب في طلاقها، أو الصورة الحقيقية التي سوف تنجو بها في حياتها، فلا بد أن تقول: أريده أو لا أريده. هذه نقطة مهمة جدا. نعم، فلا بد أن تقول نعم. البكر، عذرا، البكر هي التي، نعم، البكر هي التي لم تتزوج بعد، البكر هي التي لم تتزوج بعد، ولهذا قلت لا بد يكون إذن ولو بالصمت. الثيب التي سبق لها الزواج، وهي التي يعني لا بد أن تتحدث وتقول: أريده أو لا أريده. فكان الرجل طالع بعينيه ما يدعوه إلى هذه المرأة، مفهوم؟ وأما بالنسبة للمرأة، حينما جاء إلى البيت تبين حال الرجل الذي يريدها، فلا بد أن تطالع وأن تشاهد أيضا، وأن أن تعرف من سيرته ما يدعوه كذلك إلى النكاح، أن توافق أو لا توافق. إذا جاءكم أو أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فهي تريد منه مثلا دينا وخلقا. وكل مرأة ربما عندها في التصور فارس الأحلام صورة تغلب على أخرى، هذه مثلا تريد الاستقامة تغلب على الأمر، تيسير الأمور والمادي والرجولي والبطولي والشخصية والهمة والرفعة، هذه تريد أن يكون أمر التقوى والمغفرة والحلم والأنا، وأمر الرجولة والغيرة يغلب على الجانب المادي، لكن الأمر المادي ما به تستقر الحياة لا بد أن يتفق عليه الجميع في الكسب، حتى به تسير الحياة بفضل الله سبحانه وتعالى. فكل أخت لها صورة، والرجل في الغالب له صورة واحدة في الغالب، وهي القوام والجمال والخلق في الغالب. وكذلك الرجال قد تختلف، يقول لك: أنا ممكن أن أتنازل عن أمر من الدين، أصل الدين موجود، التوحيد والصلاة، ثم أنا أصوم كذا، هي مؤمنة. أما مسألة الاجتهاد في التقوى، أنا أجتهد معه وله استعداد على هذا، ولا يخالف في أحد. أما الآخر يقول: أنا ممكن أتنازل عن شيء في الجمال، لكن أريدها في الدين أن تكون قوية، ولا يختلف معه أحد. إذن الصور تختلف والأصل واحد.
هذا هو بداية التوافق، هذا هو أصل بداية التوافق. وكلما كان التقارب في الأفكار والتقارب في الأهداف والتقارب بالله عز وجل في الدين وفي الطاعة والعبادة وحتى في أمر المعيشة وفي السلوك وفي الأدب، كلما ارتقت القلوب وهذا البيت إلى الصفاء والكمال. وهذا أمر مشاهد. حينما تكون أسرة ميسورة مع أسرة ميسورة يكون الأمر قريب، حينما تكون فضل الله سبحانه وتعالى إنسان طالب علم مع طالب علم يكون الأمر قريب، حينما يكون فضل الله عز وجل إنسان على أخلاق ومرء على أخلاق يكون الأمر قريب، وحينما يكون هناك اختلاف على حسب الاختلاف والتفاوت في الاختلاف. إذا كان الاختلاف في الأصل مع الفرع قريب فيوشك أن يغلب الأصل على الفرع، إذا كان الاختلاف الغالب الفرع هو على الأصل فهناك يصبح، وكانت القوة عند الفرع على الأصل يصبح مشكل. مثلا المرأة غنية لكن أسرة متمكنة بعيدة عن الدين، الرجل صاحب دين لكنه فقير والأخرى تحارب الدين، فكان الزواج لسبب من الأسباب، فيريد هذا الضعيف أن يجذب عنده، فعلى حسب ميول الآخر أو قربه من هذا روحيا وعلى قوة هذا دينيا يستطيع أن يكون تكافؤ أو العكس، أو يبقى التضارب وهنا التنافر. هذا من جملة أسباب التنافر. واش معايا ولا كنخربق؟ كنكثرش عليكم وقيلا كلامي كنهرب به هنا وهنا، وكاين اللي غيشد وكاين ما غيشد والو، كاين اللي غادي يشد وكاين ما غيشد والو. واعتذر لان انا الاسط اللي كتجي عندي كانت شي كيجي عندي شي نساء او كذا يحيوا في امور فلا بد ان ابينها للناس. الله المستعان. طيب الامور غدا مزيان ياك؟ طيب جيد جيد خير ان شاء الله. بالعكس طيب الحمد لله الحمد لله. ما في الخطوه شدوا معايا مزيان الله يرضي عليكم، لان باغي ننصحكم واحد النصائح غاليه جدا وباقي ما جبتش لكم بيت القصيد كيفاش تخلي زوجك يقبل لك القدم ديالك. انا نقولها لك كيفاش تخلي الزوج ديالك يقبل لك القدم ديالك. والله العظيم كل امراه عندها اسرار، ولا يعرف سر الرجل الا المراه. قول كونوا على يقين، لا يعرف سر الرجل الا المراه. الرجل قد يكون يحكم قومه لكن يجي الى البيت فتحكمه زوجه. ماشي كنقول تحكمه يعني كتامره وتنهاه هي، لا، يعني هناك علاقه، هناك خصوصيات، هناك اسرار لا يحيط بها الناس، لكن جعلها الله عز وجل بين الزوجين. النبي صلى الله عليه وسلم يحكم العالم ويسال يسال يعني من احب الناس اليك، يقول عائشه رضي الله عنها، يقول عائشه كلنا يتذكر قصة هارون الرشيد يعني أمير المؤمنين وله الخلافة الإسلامية ويحكم العالم، يقول للقزع للسحاب حيثما شئت فأمطري فسيأتيني إخراجك. كان يحكم العالم، لا نقول كملك ملوك الدنيا الآن، لا، هذا ملك كبير له الخلافة الإسلامية، الدول الإسلامية كلها كان يحكمها، وكان يحب زوجه وكان يغلق عليها بالمال. مرة قال اشتهيت، قالت له اشتهيت أن أمشي في الطين. انظر اشتهت ان تمشي في الطين لكثرة البطخ والثراء والغنى، تمنت ان ترى الطين وان تمشي في الطين. فجاء بالزعفران وبالمسك وجعله عجين، جاء بالزعفران وبالمسك وجعله عجين، ثم القاه في طريق، امر الخدام ان يجعله في طريق، قال امشي فوقه فهذا طين، وهو ماذا؟ هو زعفران ومسك. والقصه صحيحه. لماذا؟ لأنه يحبها ولا يريد لها الطين، لكن اشتهى طينا فجعله زعفران وجعله مسك. فيوم في من الأيام أغضبته، والنبي بين أن المرأة حينما تغضب تقول لك لم أرى منك خيرا قط، هكذا حال المرأة. فقال لها ولا يوم الطين، كان يقول لها حينما تغضب يقول لي تقول لم أرى منك شيء وكذا، يقول لها ولا يوم الطين، يذكرها بأبسط الأشياء التي قدمها من أجلها. فالإنسان حينما يكون يحب زوجه فلا شك أنه يقدم من أجلها الغالي والنفيس، ويحرص حرصا على إرضائها وحرصا على سعادتها بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن من المشاكل التي تعتري البيوت وهو كما قلت وهو الفتور. يصبح الزوج يرى في زوجه كأنها أخت أو كأنها صديقة، وماشي معلوم الصديقة يقول لك والفقيك يقول الصداقة. أنا أرى أن هذا لا يجوز،
لا يجوز المخالطة، لا يجوز، لكن من المفهوم اللي هو كاين الآن في الحياة، يقول لك هذه صديقتي، هذا لا يجوز، لا صديقة ولا عشيقة، هذا غير جائز في شرع الله سبحانه وتعالى. فيصبح يستأنس بها في البيت كأنها أخته، كيقول لك استغفر الله واعتذر عن هذا اللفظ، لكن سمعت واحد الرجل كبير كيقول لي اللحم كيتخاوى. قلت له كيفاش اللحم كيتخاوى يا شيخ يا رجل، يعني الرجل كبير قال لي يعني اللحم يحدر لحمه وكيحبح الخوت، كيسمح لحمي لا يشعر بلحمها، يعني الاحاسيس فقدت فيما بينهما، هو كثره الامساس تفقد الاحساس. قال لي هو ان مسست زوجي فاني لا اشعر بشيء يا شيخ، ماذا اصنع؟ اللحم تخاوى. أمور عجيبة صراحة لدى الناس. الله يعافي الجميع والله يشفي الجميع، وأسأل الله تعالى يرحمنا ويرحمهم، آمين. فحينما تسأل وتسمع لمشاكل الناس ستجد عجب، تجد عجب. طيب ما هي الأسباب التي جعلت اللحم يتخوى؟ ما هي الأسباب التي جعلت اللحم يتخوى؟ هي الفتور. الفتور هو أن هذا الرجل لم يعد يرى زوجه تلك المرأة التي كانت من قبل. الفتور قد يحصل في العام الأول، ليس له شرط مع التقادم، ليس مش مع التقادم، لا، قد يكون في العام الأول أو في العام الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس أو العاشر على حسب. وقد يأتي الفتور كما يعتري الإنسان في طاعته لربه، يأتي الفتور ثم يجتهد فيرجع إلى طريق الله عز وجل، ثم يأتي الفتور فيبتعد عن دين الله أو يصبح بين بين ضعيف، ثم يرجع إلى دين الله، وهكذا تكون البيوت. أما إذا أرادت البيوت الاستمرارية في الحب وفي الود وفي المحبة وفي العشق، وكنقول لك القول جل العاشق يعشق المرأة عشقا جنونيا، يعشقها عشقا جنونيا، فتقول كيف له أن يعشق بهذا العشق؟ يصبر على الحرق وعلى العذاب وعلى الألم، ويستطيع أن يعذبها من أجل أن تكون له وحده، أو يخفي جماله عن عيون الناس حتى تكون له وحده، ويعزله عن الناس حتى تكون له وحده، ويسعى في كل الأسباب الممكنة حتى يحظى بها لنفسه، لا يشارك فيها أحدا، سواء كان قريبا أو بعيدا، سواء كان محسنا أو مسيئا. سبحان الله، لماذا؟ لأنه لم يعزله الفتور، لأن كل مرة يرى بنظرة. ولماذا لا يعتريه الفتور؟ أقول لكم السر، خذوه من عالم الجن. لأنه لا يطالع غيرها ولا يعشق غيرها ولا يتمنى عنها بديلا أو حوالا أبدا، لأنه اعتقد اعتقادا جازما أن فيها الكمال وفيها الجمال وفيها الصفاء وفيها القوة وفيها المحبة. إذا شعرت المرأة أن الزوج يكن لها كل ما تريده من احترام وتقدير وإحساس ومراعاة للمشاعر وللحواس وللأهل وللإخوة وللفراش وللباس، يشم يقبل يضم يحضن يذاعب يعني يغازل، فما عليها إلا أن تجتهد اجتهادا، لأن قلبه فتح وأن جوارحه استجابت لهذا الجسم واستجابت لهذا القوام واستجابت لحالها التي هي عليه بفضل الله عز وجل. فإذا تراخى أو تقاعس أو ضعف فالذي يلام قبل أن يلام الرجل تلام المرأة، خذوها مني باليقين، لأنه أعطى ولأنه رأى ما يجعله يعطي، فلا بد أنها تمتص هذا وتجعله أسيرا سجينا لها، ماشي بحب التملك وبالسحر وبالشعوذة وبالقابول وبكذا، لا، السحر الحلال بماذا؟ بتعظيم الرجل. أقولها أول شيء، الرجل يحب أن يعظم في بيته، اسمعوها مني، وكنا نرى هذا قديما عند الأجداد والآباء، أن الأم تعظم الوالد، أن تعظم الزوجة. أنا حية عند الناس ريافة وأمازيغ، لازلت أرى فيهم هذا التعظيم. تعظم من أسباب النجاح أن المرأة حينما تراه صالحا ويحبها وينفق لا بد أنها تعظم الرجل، وبهذا جاءت السنة أن تعظم الرجل. كيف يكون تعظيمه؟ أن تكون له القوة في الكلام والقوة في القرار، وأن تكون له بفضل الله تعالى الاستجابة للإشارة والإيماء إذا تحدث بعينيه،
تحدث بشفتيه أو بلسانه أو بيديه، أن تكون له الاستجابة ما دام الأصل أنه في طاعة الله عز وجل. اعلمي أنك إذا سجنته بالتعظيم فإنه يوقن أنه لن يرى هذا في جهة أخرى، وإذا سحب منه التعظيم ورأى التقدير قبل التعظيم في جهة أخرى فسيسلم منك. كوني على يقين. لهذا المرأة التي تكون خراجة ولاجة، والله والنبي نهى عن هذا والرجل يكره هذا، التي تكون فظة غليظة سليطة اللسان والزوج يكره هذا، التي تكون فيها الأنا والتملك والتحدي والإصرار على الباطل والزوج يكره هذا، التي ربما لا تهتم بحالها ولا ببيتها أو أبنائها والزوج يكره هذا، ثم ينهى عن هذا يوما ثم يوما ثم يوم، ثم يبدأ يجد في أهله أو في من يصاحبهم إذا كان منفتحا مع الناس، في نساء تتحدث أنها مهتمة بالجمال، مهتمة باللباس، تحب أن تكون مشرقات فاتنة، أو ربما يرى في الأسرة مثلا أحواء أخرى أنها ما شاء الله لا ينقصها إلا زوجها عنده، فتبدأ بعض الأمور في رأسه في عقله في خلاياه في كذا بالتفكير في جهة أخرى. وأنا قادر ماديا، ما الذي ينقصني؟ ينقصني هذا الشق، فلن أستطيع، لن أهضم حقها ولن أضيع بفضل الله تعالى ديني من أجل أنني أسير نصيحة لا تقع في مكانها الصحيح. فبإمكاني أن أوازن بأمرين، فدخلت الفكرة وتشرب هذه الفكرة، فيبدأ التقرير التفكير في الفكرة، ثم الإصرار على الوصول إليها، ثم البناء للقرار حتى يمشي إليها، وتصبح هناك زعزعة في البيت، فيبدأ يميل ويأخذ من ذاك الحب الذي كان له عليها، فيبدأ يصرف كأنه كيجمعه كيخبعه حتى يعطى لأخرى. إذا بدأ الرجل كيتغير في هذه الأمور قيفي وحاسب نفسك، أنت على المحك، إما أنه في جلسة مع النفس وفي هدنة بينك وبينه يحاسب نفسه، أو أنه صرف ليس إلى الحرام ولكن صرف بالخلايا وبالتفكير قبل القرار، لأنه يريد أن يأخذ قرارا. هذه أول أمور لكي تكون والناس لا يلتفتون إليها. إذا رأيت من الزوج، أنا نتكلم هذه النقطة الأولى، إقبالا عليك بكليتك بعينيك بالأنف ديالك بالشفتين ديالك بالصدر ديالك بالرحم ديالك بالإحساس ديالك باليدين ديالك بالرائحة ديالك، ويحسن إليك وينصح ويجد ويجتهد، ولكنك يعني بين بين هو يشير بكلمات يعطي إشارات، ومع ذلك أنت تتجاهلين هذا، فتصبح تري أنك تتمنى أن يكون على العهد الأول لكنه لم يعد لك الزوج الذي كنت أعرفه. قفي مع نفسك، ليس معنى أنه ذهب إلى الحرام، ولكن أنت من يلام. طيب أنا مقفوة هنا، وهذه غير كانت غير إشارة، وإلا أنا ما كنحضرش يعني شي حاجة، غير أنا غير جاتني باش نبين لكم، وإلا هذا يحتاج إلى تأصيل ويحتاج إلى مثلا إلى وقت طويل نبين فيه أكثر فأكثر بإذن الله تعالى. المهم هذه كانت نقطة أشرت إليها لأخوات الطيبات الفاضلات الكريمات، من الأسباب التي تجعل الزوج ينصرف إلى أخرى، أو يكون بيدها رجل كريم رجل عفيف، لكنها تقول ما دام تملكت وهو يحسن إليها هي كتجاهله، إلى حين أنها تمسكه أخرى، ويصبح من الصعب جدا حينها أنك تزعزعي الفكر دياله القرار دياله، يصبح من الصعب عليك صعب صعب جدا أنك ترجع الرجل الأول. لماذا؟ لأن ما جعل الله رجل مخلف في جوفه، فلا بد أن الرجل يعشق واحدة أكثر من الأخريات. كن على يقين، الذي عنده التعدد كون بغات ولا ما بغاتش، هذه قاعدة، من عنده التعدد لا شك ولا ريب أنه سيعشق واحدة أكثر من الأخريات باليقين باليقين، السنة طافحة بهذا، والأدلة العقلية والشرعية تبين وتظهر هذا. أي امرأة زوجها يسمح في التعدد، فربما يقول الرجال الفائز في هذا والرجل، لأن كل مرأة تتنافس من أجل إرضائه، كل مرأة تسعى من أجل أن تحظى بليلته
وتحظى بكلمته وبالقرب منه، لأنها تعلم أن هناك تنافس، والتنافس يعني المنافسة هذه الشريفة كما يقال، الفائز فيها هو الزوج. لكن هناك كذلك هناك مشاكل أخرى تعتري هذا التعدد. فالأصل هو أن الزوج حينما يتزوج واحدة في الغالب لا يفكر في الثانية والثالثة والرابعة، لكن الذي الأمور التي تكون تبعا للزواج وتظهر مع الزواج هي التي تجعل الزوج يفكر في التعدد إذا كان رجلا سويا. وإلا فهناك رجال ماتوا بفضل الله تعالى، توفوا على زوجة واحدة. الصحابة لم يعلم أن صحابي مات على زوجة واحدة، الصحابة كان لهم التعدد، كانت ظرفية، كانت هناك التعدد. لا نقول للظرفية يكون التعدد، لا، دين، من أراد التعدد فحله الله عز وجل. نحن نقول شرع، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، من له القدرة المادية والقدرة الجسدية ومن له القدرة حتى النفسية والسلوكية. ولا بد هذه القدرة السلوكية والنفسية ضروري في أمر التعدد. قد تكون غنيا وقد تكون قويا جسديا، لكن ينقصك التسيير والتدبير بين الزوجين، بين الأزواج، من ينقصك الحلم والحنكة والحكمة والخبرة. فقد تهدم البيت الأول الذي بني سنين بزواج لم يعني يمضي عليه إلا شهور أو سنة أو سنتين. لما؟ لأن ربما قلبك قد يميل إلى الحب الثانية مثلا، ولكن إياك أن يغلب عليك الحب في العدل، في الجانب العدلي. الحديث وإن كان يصح لا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه كما يذكره أهل الحديث أو أهل الأثر: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، أو أهل السيرة: اللهم إن هذا قسمي في أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. لأن من الواجب على الزوج الذي عنده تعدد أن يقسم لأزواج زوجاته في أمر المبيت، ليلة هنا ليلة هنا ليلة هنا ليلة هنا، بالعدل بالعدل. وكذلك يكون العدل في أمر الإنفاق، وإن كان فيه تفصيل فقهي: الغنية ينفق على قدر غناها، والفقير على قدر فقرها، وما يرضي هذه قد لا يرضي هذه، لكن هذه فيها عندها في قلبها رضا وهذه في قلبها رضا، وهذا تفصيل فقهي آخر. المهم أنه ينفق بفضل الله سبحانه وتعالى، ينفق، لا بد أن ينفق على هذه، على كل الزوجات، وأن كذلك أن يأتي كل امرأة في فراشها، حقها الشرعي أن تأخذه. ولا شك أن حينما ينفق هنا ويأخذ فراش هنا، فالقلب سيميل إلى واحدة على حسب طبعه هو وميوله هو. إذا كان طبعه إلى الفقه مثلا أو إلى العلم، وجد في أخرى أنها تستجيب معه فقهيا وعلما، أخرى جاهلات مثلا، أكيد سوف يميل. وجد أن أخرى جاهلات وهو يميل إلى الاستشارة والحكمة، فوجد أن أخرى عندها الاستشارة وعندها الحكمة. يميل إلى العاطفة وعنده ضغوط نفسية وكذا واجتماعية وكذا، فيجد أخرى أنها تواسيه وتصبره وتحن عليه، فربما سيميل إليها في هذا الجانب. ربما يميل إلى الجمال وإلى الجماع والفراش، فيجد أخرى أنها فاتنة، أنها ساحرة، ليس بمعنى السحر يعني ساحر بجمالها، بكلامها، بعطرها، بزينتها، سيميل إلى ليلتها ويشتاق متى يأتي ليلتها. وقد تكون عنده النعم، إذا أراد الاستشارة سيذهب إلى هذه، إذا أراد الجمال والفراش سيذهب إلى هذه، وكل واحد ينتظر يعني موعدها لكأنه يذهب عند طبيب مختص أو اختصاصي مختص. عندي مشاكل، أنتظر ليلة فلانة. عندي ضيق نفسي، انتظروا ليلة فلانة. عندي رغبة جنسية جامحة، انتظروا ليلة فلانة، وهكذا. وبهذا جاء الشر. لكن حينما غيب هذا وأصبحت كل واحدة تعتبر أختها ضرة وجارتها ضرة، فإنها ترميها بالعين، بالحسد، بالسحر، بالأذية، والرجل لم يكن له بعد نظر وقوة شخصية، أكيد سوف يضيع في هذا البحر، سوف يضيع. وبالتالي تصبح البيوت عبارة عن براكين والعياذ بالله، يطلق هذه، يهجر هذه، يميل إلى هذه دون هذه. ومن كانت له غير جوج وأتى يوم ومال إلى إحداهن، فيوم القيامة يأتي وشقه مائل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أمور صعبة جدا جدا، ولهذا الإنسان يحرص. أمر الزواج ليس لعبة، فهي أمانة، وكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. فأقول وبالله التوفيق، أحل الله جل وعلا للرجال التعدد، لكن جعله ضوابط شرعية وأحكام شرعية لا بد أن يفهمها كل من يقدم عليه. فالنساء مشي لعبة، والأعراض مشي لعبة، والبيوت مشي لعبة، فلا بد أن تفهم أن الأصل في التعدد لا يبنى على الشهوة، ولكن يبنى على الحكمة ويبنى على الشرع، على الشرع. فلا بد.
حي إذا كان الشرع جاء بالنصوص يؤكدها من أجل الزواج الأول، فما ظنكم بالثاني والثالث والرابع؟ حاشا أن يرمى الإسلام أنه دين الشهوة، وأنه دين يعني النساء، أو أنه يعتدي على النساء، أو أبدا، وإنما العيب فينا وليس في شرع ربنا. فنسأل الله أن يعافينا ويعافي كل مسلم ومسلمة. آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا كان سؤال واحد أو جوج عنده علاقة بما قلت، ماشي خارج عن الموضوع، له علاقة بما قلت بإذن الله. إذا كانت المرأة تحتاج نصيحة فالرجال يحتاجون 10. نعم، في الغالب، لأن الذي يخرج ويطالع النساء ويعني يباشر الحياة خارج البيت في الغالب هو الرجل. نعم، ولهذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أن الرجل إذا رأى من المرأة ما يثيره، ما يعجبه، ما يحركه، فألزمه أن يرجع إلى زوجه، فإن عندها ما عند أخرى. سبحان الله، هكذا جاءت السنة، عندها ما عند الأخرى. الإنسان غير يستعف ويقول لك حشومة وعيب، لا، هذا دين. إذا رأيت أن شهوة تحركك وتؤججك وتتحرك داخلك، ارجع إلى زوجك، وعليها أن تستجيب ولو كانت على التنور، عليها أن تستجيب لك، وبالتالي طفات الجمرة والنار، ما غتشوف لا هذه ولا هذه، وما غتفكر في هذه ولا في هذه، غتبقى ديما عندك القبلة وهي الزوجة. سبحان الله، الشرع جاء بكل الحلول بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن تغض البصر، تغض الطرف وكذا، هذه في حالة ما وقع بصرك على شيء، في حالة ما، مفهوم؟ طيب، خير إن شاء الله عز وجل. ما حكم الدين في الرجل الذي هاجر زوجته الأولى سبب أنها سالت اللسان؟ وإذا هاجرها في فراش، فالهجران في الفراش فهو من الشرع. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم. فلا بد ان تكون كل الهجر من اجل الطاعه، الطاعه لله عز وجل، لا يكون للهوى. اذا كان صلة اللسان يعني تسيء اليه، ترفع الصوت، تسب، تسخب، تقول كلام نابي مثلا، ووعظها وبين لها وهي لم تمتثل له، فالشرع بين له أن الهجران في الفراش، لكن لا بد أن نفهم أن الهجران في الفراش هو الأصل، وليس الخروج من البيت أو من الغرفة، حتى تشعر هذه الزوجة بقوة الهجران. لكن بعض النساء ربما ترى أن الأمر عندها عادي، سواء كان قريبا منها أو بعيد، إذا هذه عندها خلل هرموني فطري سلوكي نفسي، قد يكون عندها هذا الخلل، يعني هو هجرها من أجل أن ترتدع، لكنها بعيدة عن الشرع ولا تفهم هذا الفقه، فأصبحت ترتاح أكثر فأكثر، وعظ ولم تنتبه ولم تنزجر وهجر. فلا بد أن يشدد عليها في الخطاب وفي الوعظ وفي الهجران أيضا، ثم يرتقي في أمور أخرى، والشرع أجاز له هذا. ما حكم الرجل الذي يهجر زوجته الأولى من أجل الزوجة الثانية؟ يأتي يوم القيامة وشقه مائل، لأنه مال عن الحكم الشرعي، مال عن الحق. يوم القيامة يأتي وهكذا يد أن يسقط، هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم، فليخشى على نفسه. فلا بد أن يحكم بالسوية وبالعدل، ولا بد أن يقسم بينهم في الفراش وفي النفقة، وحتى في المحبة، وحتى في القبلة، وحتى في الكلام الطيب، وحتى في الهدية، لا بد، وإلا يسأل عند الله سبحانه وتعالى، لأن النساء ماشي لعبة. كيف للمرأة أن تساير زوجها وهي تعلم خيانته؟ وهذه الآخرة مثل الداء، فيه لا يستغني عنها، أي كثير الخيانة. أنا أقولها وبالله التوفيق، ولا أخشى في الليل ومثل لائم، من ديدنه وطبعه الخيانة لا يستحق أن يكون زوجا. يقول قول على أول، استغفر الله، نعوذ بالله من شرور أنفسنا، نسأل الله العفو والعافية، ولو تكون في أنا الذي ديدنه الخيانة، ليس الزلة أو السقطة أو المعصية، فهموا مزيان، الزلة والسقطة والمعصية قد يقع فيها الفاضل، لكن الذي يأتي النساء كما يقال زير النساء، وأنه دائم الخيانة ودائم الفراش الحرام، قد يأتي بمرض ويصبح عنده حتى ضعف جنسي عند المرأة،
لأنه دائما كما فتح له في الحرام يغلق عليه في الحلال، ويصبح كثير الشك، كثير الوسواس، لأن هذه من سلبيات الفساد، كثير الشك، كثير الوسواس، وكذلك من هذه من سلبيات الإدمان والمخدرات وهذه الأمور. تصبح الإنسان كثير الشك في المرأة، كثير الوسواس عنده على المرأة. طيب متى تستقيم المرأة في بيتها وفي فراشها وفي حياتها؟ أبدا، لن تنعم أبدا، وتوهم نفسها أنه سيكون الغد أفضل. أبدا، لا بد الجلوس على الطاولة لوضع حل لهذه المهزلة، وإلا سوف تجني على حياتها 10 و20 و30 سنة وتبقى في العذاب. لا، نحن لا نقول بالطلاق، ولكن نقول بالإصلاح. لا بد أن تجلس معه وأن يبين له، أن يبين له أنك أنت على الخطأ، أنك أنت عاصي لله عز وجل، أنك أنت مفرط في حق زوجك. فإذا امتثل وتاب مرحبا، وإذا أصر وأصر وعلى الإصرار فلا يكلف نفسه إلا وسعها. ما رأيك في الرجل الذي كلما أعجبته امرأة تزوجها لمدة شهر أو شهر ثم طلق؟ هذا رجل مزواج، وهذا يأتي المسيار أو يأتي المتعة، ولا نقول الشرع. من يتزوج بنية شهر أو شهرين فهذا رجل والعياذ بالله عاصي لله سبحانه وتعالى، لأن الأصل في الزواج هو الديمومة، الأصل في الزواج هو الديمومة والاستمرارية. ولكن إذا تزوج المرأة من أجل الديمومة والاستمرارية هو الأصل، ثم تبين ما يطلقه ولو كان ليلة واحدة أو قبل البناء أو بعد البناء، جاز الطلاق ولا إثم عليه. لكن إذا بنى الطلاق بهذه النية، لأن الأعمال بالنية والنية يعلمها ربها سبحانه وتعالى، بنى الطلاق، بنى الزواج على هذه النية، هي أن تتزوج، أن يتزوجها وفي نيته شهر أو شهرين ثم يطلق، هو عاصي لله عز وجل. أما إذا تزوج من أجل البقاء والديمومة والاستمرارية، لكن حال بينهم ما يحول بين الزوجين في كالمعتاد دائما، رأى منها شيء، رأت منه شيء، وقع نشوز، خلاف، ثم كان الطلاق، فلا إثم عليه، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. لكن نصيحة لمن يتزوج ثم يطلق شهر أو شهرين وهكذا بالفاتحة أو بالعقد، أقول اتق الله عز وجل. اعلم والله العظيم هذه الأعراض ما تمشيش هكذاك، سوف ترى في نفسك والعياذ بالله ما يسوؤك، سترى في نفسك ما يسوؤك، لأنك تلاعب بشرع الله والتلاعب كذلك بأعراض المؤمنين والمؤمنات، وهذا حرام ولا يجوز. طيب، والمصابات يا شيخ، والرجل لا يعترف بشيء اسمه مرض روحي أو سحر ويتزوج ويتركها مع الجن العاشق والسحر وغيره، هذا موضوع آخر، هذا موضوع يرجع إلى ثقافة الإنسان ودينه، فلا بد أن يصبر. حاشا أن يتزوج امرأة صالحة أو عفيفة أو صحيحة ثم يبتليها الله عز وجل ويطلقها، هذا ليس فيه رائحة الرجولة، هذا بعيد عن الرجولة. بالعكس، إذا مرضت لازم أن يحملها، شيء يبدل لها هو الحوايج ويصر عليها، هذا هو الرجل. أو تكون بصحة تتعرض لحادث تقطع ساقها أو تشوه جمالها ثم يطلقها، هذا ليس رجل صراحة، نقولها بهذه الكلمة ويفهمها اللي بيفهمها. ما رأيك يا شيخ في ظاهرة الزواج العرفي؟ هو الزواج العرفي هو زواج غير شرعي، لأن لا زواج إلا، لا نكاح إلا بولي، وأين هو الولي في العرف؟ يعني بينه وبينها شنو؟ ديرونو سيونسي وديرونو في شنو؟ ما يمكنش يا الإخوة، الله يحفظكم. فلا بد أن نفهم، فلا بد أن يكون الولي ليحفظ لهذه المرأة عرضها، والشهود ليحفظ لها عرضها، والإعلان ليحفظ لها عرضها، والصداق ليحفظ لها عرضها. اش تدير؟ كيفاش تقيد الامور؟ تجي هي تبيع نفسها لواحد ويمشي معاها للشقه، الاوتيل، للغرفه مثلا، ويخرجوا كذا زوجتك نفسي. شنو هذا الدين؟ هذا ليس بدين، هذا تلاعب في شرع الله عز وجل، وهي من جنت على نفسها، هي من جنت على نفسها، يتلاعب بها هنا، ياكلها الذئاب هنا وهنا ثم يرمونها رمي الجيف. اذا هي من جنت على نفسها. الزواج العرفي ليس من دين الله عز وجل ابدا. وكل امرأة يسول لها الشيطان أنها تبيع نفسها من أجل الدرهم أو من أجل الدينار أو من أجل المصلحة أو إنقاذ نفسها أو المتعة في خفاء أو الله يعلم حقت النفوس والنوايا، إذا لم توافق الشرع، الزواج وفق الشرع بكل شروطه، فإنه باطل باطل باطل، كما قال النبي، كما جاء على لسان في حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، أي امرأة زوج نفسها بدون وليها فنكاحها باطل باطل باطل، 3 مرات نكاحها باطل 3 مرات. إذا هي وداك الزوج كيتسموا شي أزواج، هم في زينة باسم الزواج، يعملوا ورقة وتقول له زوجتك نفسي وكذا وكذا، وهاد الورقة شنو؟ لا تغني ولا تسمن من جوع أبدا، هي تلاعب على الشرع.
لكن ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. أخي رامي، لماذا لم تعدد؟ أنا لش أن تعدد للتعدد أخي، أنا لست في حاجة إليه، أنا أجد نفسي لست في حاجة إليه. بشكل صريح أنا أرى نفسي أني لست في حاجة إليه، الحمد لله رب العالمين. طيب، جزاك الله خيرا على هذا التوجيه. طيب شيخ، ما رأيك في الرجل الذي يرشي القاضي كي يوافق على إيه؟ ادعاءات كاذبة ويوافق على التعدد؟ أنا أجيبكم بصدق. أول شيء هو أمر أنك تعطي للقضاء أو لأي إنسان مال من أجل أن يغير حكما شرعيا أو قانونيا، فهذا لا يجوز. لكن احنا في سؤال له شق آخر خاص بأمر التعدد. مثلا أنا أقول هذا القاضي يحكم للزوج بمسألة التعدد بناء على معطيات. مثلا أريد أن أتعدد، يقول لي القاضي لماذا تريد؟ ولكن للإضافة الآن راه ما بقاتش، هذا الأمر لم يعد الآن، الحمد لله لم يعد، يعني الرجل ممكن أن يتعدد في أي وقت، ما بقاش ملزم بالموافقة الأولى، لم يعد ملزم بالموافقة الأولى. لكن إذا كان في بلد ما مثلا يريد الموافقة، هذه الموافقة تبنى على هي لمصلحة الزوج والزوجة، لا بد أن نمتثل للقانون، هي لمصلحة الزوج والزوجة. كيف ذلك؟ هو أنه مثلا يقول له القاضي اعطيني بيانات الدخل ديالك وأنت تكون فقير، كيف سوف يعني تضمن لي هذه بيت وكذلك نفقة؟ أما إذا كنت ميسور الحال، تستطيع أن تفتح بيت وعندك ليس عندك علة جسدية، مفهوم؟ والحمد لله الأمور كلها مضبوطة، يعطيك الموافقة عشان ترشيه، عندك الأمور قانونية. أما كنت تبغي ترشي مثلا باش تاخذ حق ماشي ديالك، اذا انت من الاول بنيتي بالباطل وتفتح بيت وانت لا تستحق ان تفتحه، وانك تعلم انك تؤذي الزوجه الاولى وتؤذي الثانيه، اذا انت ظالم لربك، ظالم لنفسك، ظالم لغيرك، فانتظر الحساب في الدنيا قبل الاخره، ومن يعمل سوءا يجزى به. طيب، ضرب النساء بالنساء، اخي كل ما يضرب المراه غير المراه، وهذه امثله مغربيه لكن ربما فهموها يفهمونها بفهم اخر. لا بغيتي تقتل المرأة وتفخصها وبغيتي تحكمها وتضبطها تجيب عليها مرأة أخرى، ولكن لك أنت باغي دير أمور شرع، ماشي باغي تبنيها على الضد. الأعمال بالنيات. طيب بارك، طيب يندرج تحت أحكام الخمسة. طيب صح. طيب بإذن الله تعالى أنا أترككم في رعاية الله وفي أمان الله وحفظه، وأسأل الله تعالى أن يجعل كريم الطيبات وأجر وخير لنا ولكم بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأكثر من الصلاة على النبي محمد، ونلتحق إن شاء الله بالمسجد إن شاء الله عز وجل. حياكم الله.